السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا. سعد الله أوقاتكم بكل خير وينما كنتم. تحية عطرة لكل السادة الإخوة والأخوات. زي ما عارفين قبل شوية كان في لايف اتقفل، أو قفلت اللايف قبل شوية لأنه كان معلق، وعملنا اللايف ده بناء على إنه عارفين إنه الصفحة دي مغيدة، لكن نتمنى انه الناس تساعدنا بقدر ما تقدر على الشير واللايك. كل ما تعمل شير انت كل ما انك ساعدتنا. انا والله جاي داير اديك الزيت، داير اديك الحاصل، داير اديك تفاصيل الحاصل، كل الحاجات الحاصله. فانتوا عارفين انه الواحد ما بيطلع يقول كلام ساي لو ما تحرينا عن المعلومه اللي بنجيبها ويتاكدنا منها بنسبه بتاعت 100%. الواحد ما بيطلع بيقول ساي زي ما شايفين، بطلع بعد مرات يوم بعد يوم، مرات يومين حتى نطلع. ليه؟ لأن إخواننا بلقى المعلومة لكن أحيانا مصدر المعلومة بكون ما صحيح. عشان كده إخواننا غيابنا يومين واليوم الثالث عشان نطلع ده لأن إخواننا أنا ما درجة أطلع أديك معلومة ساي أشر لك كلام في الهوى ساي، داير عادة أديك أملكك الحقيقة. يعني احنا ما عندنا حاجه بنخاف عليها وما عندنا حاجه خايفين منها في الدنيا دي ربنا سبحانه وتعالى، فمنخاف الله سبحانه وتعالى قبل ما نقول كلامنا. عشان كده اخواننا الواحد بيتحرى معلومته بيجي بقولها، من يتحرى الكلام، من يتحرى الصدق في الكلام. لذلك الناس تساعدنا بقدر ما تقدروا. اي زول بيجي خاش البث المباشر ده قبل ما دعاي لي ذاتك، ما شفت بس لايك وشير وتعال اطلع وتعال اسمع الكلام. الناس تعمل شير ولايك وتجي تسمع الكلام، راحكم لانه الصفحه مغيده للامانه. الصفحه دي مغيده عندها يعني الايام اللي كان في تغيير ما للنهايه، لكن الايام دي تحديدا الصفحه دي مغيده تغيير كده يا اخواننا عجيب، والله عجيب عديل. في ناس كثيره يا اخي ما عارفه ذاته، شفتوا لما نسيت ذاته ما بتسهر لهم على الاطلاق، لكن بيكم بنقدر. طيب تحيه لكم، السلام عليكم مجددا ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم الاحد 15 سبتمبر 15 شهر 9 2024. في البدء الرحمة والمغفرة على أرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل الجرحى، الإخوة والأخوات السودانيين في الداخل وفي الخارج، تحية لكم وربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية. قوات مسلحة عموما في كل مكان، التحية لكم مشتركة على أوساط الدولة السودانية وفي كل مكان، التحية لكم مستنفرين، مقاومة شعبية، جهاز أمن، استخبارات، كلكم، كل الناس الماسكين تتك وقاعدين على مستوى الشوارع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعكم. في البداية الأخوان، أنا والله بحمل كلام كثير كثير جدا، لكن حدي الناس الحاجة الحاصلة من غير تزييف، من غير زيادة. أول حاجة حبدأ بالفاشل، حنبدأ بالفاشل لسبب معين، لانه والله يا اخواننا في كلام كثير جدا جدا قاعد يدور في اوساط الاعلام في الفاشل، وكلام كثير مطلعينه القحاطه ومطلعينه الجنجويت الاثنين ديل. للاسف الشديد كل ما تتحكى الميليشيا بتاعت الجنجويت وتتبلبل للعيش، تتبلبل عديل على جيش الغربيه الفرقه السادسه، حيث الرجال والنساء جيش والمشتركه على مستوى الفاشل، بيطلع الإعلام المأجور بتفاصيل زائفة وكلام كذب ترويج للإشاعات على مستوى الميديا، على أساس إنه يحبط الناس ويخلق عملية بتاعت فتنة بين القوات المشتركة وبين القوات المسلحة، وده ما بيحصل، ما بيحصل على الإطلاق. أول حاجة الحصل شنو قبل يومين في الفاشل؟ كلكم شاهدتوا وكلكم انبسطتوا، وإنه القوات المشتركة شقالة شغل تقيل، شقالة شغل تقيل. والله يا اخواننا على اوساط الفاشل نساء ورجال قدام المحاربين، قوة مشتركة، قوات مسلحة، نساء واطفال، كلهم بيدافعوا عن حاجة واحدة، عن الارض وعن العرض حقهم، كلهم مع بعض بيدافعوا عن ارضهم عن عرضهم، والا
اللي كان انسحبوا بسبب التدوين. سألتوا نفسكم سؤال انه ليه الناس الموجودين على مستوى الفاشل ما انسحبوا؟ من نساء ورجال ما انسحبوا، واطفال الان موجودين على مستوى الفاشل، ليه ما انسحبوا؟ لانه هم بيدافعوا عن ارضهم، بيدافعوا عن عرضهم، بيدافعوا عن حاجه شايفينها انها هي ما في زيها، بل حقيقه ما في زيها. بيدافعوا عن الفاشل السلطان؟ ما في، ما في على الاطلاق. عشان كده يا اخوانا من الطبيعي انه الانسان اللي بيكون ما عنده الحق والبيدافع عن بلده ومنطقته ما بيطلع. وده الحاصل الان على مستوى الفاشل. انا في كل لحظه عندي اصدقاء في كل لحظه على مستوى شمال دارفور في الفاشل، بكون عارف تماما انه واحد من اصدقائي استشهد، ربنا يتقبله. لكن انا بكون عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى وثقه في المشتركه انه قصاد الواحد بيكون في 100 جنجويت. والله زي ما اقول لكم قصه انه يقول لك ما بيستشهدوا، بيستشهدوا في كل يوم. بنفقد من الابناء، بنفقد من النساء، بنفقد من المقاتلين، بنفقد من الضباط، بنفقد من الضباط بتاع المشتركه، بنفقد. دي حقيقه. لكن قصاد اي فرد بيستشهد على مستوى الفاشل بكون قصاده 60 70 جنجويت، 100 جنجويت. والله انا زي ما اقول لكم 100 جنجويتي بيستشهد بيتجخمه، 100 جنجويتي بيتجخمه على مستوى الفاشل. اللي حصل في الفاشل في الايام المضت دي شيء كبير، شيء كبير جدا جدا. حاصرت الميليشيا الفاشل من عدة اتجاهات، استطاعت القوات المشتركة مع القوات المسلحة مع المستنفرين مع الميارم مع الأطفال مع الجميع إنه يدحروا التمرد، يدحروا ميليشيات الجنجويد، لدرجة إنه دخل مجموعة من ميليشيات الجنجويد يتسللوا على مستوى الأحياء الطرفية. ودير أنا بديك الكلام الحقيقي اللي أصلا أنت ما عندك. دخلوا على مستوى بعض الأحياء الطرفية وقعدوا جوا تخزنوا. دارت الحرب، الموجودين هربوا وكتلوا ما كتلوا منهم كميات بالالاف بالالاف. انا بتكلم معك كتلوهم في الفاشر. لكن المعركه الاخيره دي مئات الجنجويت الماتوا، ولدرجه انه القاده ما في معركه حصلت على مستوى الفاشر الا استشهد الا اتجغم فوق واحد من ميليشيات الجنجويت من قيادات الميليشيات. قاعد يحصل الكلام ده كيف؟ لانه في تكتيك، لانه في ناس بتقاوم صح، في ناس شغاله شغل صح، ما فيهم زول بيرجع لورا. شاهدت وزير الشباب والرياضه محمد سليمان ابو سته، زول مدني وزير شباب والرياضه، اقسم برب السماء شايل تلفونه بصور الرصاص الطلق بيجاي وبيجاي وماشي وثابت كالجبل. كل الناس ثابتين كالجبال، ما في. اتكلمت معاه قلت له يا محمد يا اخي انت معقوله يا اخي الرصاص صوت الرصاص يا اخي؟ قال لي انا على حق. قلت له والله فعلا انك انت على حق، فعلا انت على حق. عشان كده اخواننا دائما الانسان لما يكون على حق ما بخاف من حاجه. الانسان لما يكون على حق ما بخاف، لانه هو عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى وثقه في نفسه وثقه في المعاني انه على حق، عشان كده ما بخاف. كلكم شاهدتوا الفيديوهات بتاعته، كلكم شاهدتوا الفيديوهات. على العموم الميليشيا اتهزمت هزم كبير، هزيمة نكرة في الفاشل، هزيمة نكرة في الفاشل. واتسحبت مجموعات كبيرة جدا جدا. والله عبد الرحيم دقلو، وانا اقول لكم المعلومة دي، عبد الرحيم دقلو عرت وجرى جري لدرجة انه ما توقف الا من معلوماتنا من ناس السي سي ام في الحدود في مدخل ليبيا. دي معلومات مؤكدة في مدخل ليبيا حتى نوقف هناك عبد الرحيم دقلو. طيب الحصل شنو بعدها؟ جاء اليوم الثاني بعد الجغمة اللي اتجغموهم في مجموعة من الجنجويد، بدأت عمليات التدوين، لأنه هم جبنة، هم جبنة ما رجال، اشتغلوا شغل بتاع تدوين من بعيد. الإشاعة اطلعت، الإشاعة اطلعت في إنه الطيران، إخواننا وين الشير واللايك؟ إخواننا والله الله يرضى واقع شير ولايك سريع اخوانا، الناس تعمل لنا شير ولايك في كل مكان، زي ما قلنا لكم انه الصفحه دي مقيده شير ولايك. انه الطيران يا اخواننا جاء الفرقه السادسه وضرب. كل ما تتهزم الميليشيا اعرفه، كل ما تتهزم الميليشيا كل ما طلع اعلام القحاحيط واعلام الجنجويت المدفوع الاجر بخروج اشاعه على اساس انه داري يخلقوا بها عمليه بتاعت شنو؟ فتنة ما بين القوات المشتركة وما بين القوات المسلحة، وده قاعد يحصل في كل يوم. هسي حاليا قالوا انه، وده الحايم في الميديا، وانا جايب لك الكلام الصحيح،
انه القوات المسلحه عبر نصر الجو مضى ضربت الفرقه السادسه مش اقسم بالله كذب. انا بقسم لك بالله اقسم بالله كذب. والله ما في طايره جات حايمه اساسا بفوق لسماء الفرقه السادسه. عشان انا اديك كمان المعلومه دي. عشان لانه ما تلقى صفحات القحاط اللي بتكتب لك بتقول لك يا اخي انه الطيران ضرب الفرقه السادسه، كذب لانه اساسا ما في طايره جات بفوق لسماء شنو؟ سماء الفرقه السادسه، على الاطلاق ما في طايره، الحصل انا حوريك الحصل. اول حاجه يا اخوان في مدافع. مدافع في داخل الفرقه السادسه، المدافع دي يا اخواننا الصغيره اللي بيضربوا بيدونوا بها الميليشيات بتاعت الجنجويد دي. لما يحددوا موقع بيدونوا بها. في واحد من المدافع دي يا اخواننا عايزين شكله مع الاستعجال، ركز معي في الكلام ده كويس، مع الاستعجال لانه يا اخواننا في طور المحاسبه الان انا بتكلم معك، مع الاستعجال اتخطط الدانه دي يا اخواننا فيها راجع، اتخطط ما بالطريقه بتاعتها، اتخطط حصلت عمليه بتاعت راجع. ركز معي، حصلت عمليه بتاعت راجع واستشهدوا بناء عليه ثلاثه في داخل الفرقه. الحاجه دي بس انا داير اديك ليها. طلع اعلام الميليشيا واعلام القحاطه باثاره النعرات اتجاه دار يخلق فتنه انه الطيران مشى ضرب، الطيران ما مشى هناك، الطيران جغم الميليشيا في مليط. الطيران جغم الميليشيا في نفس اللحظه في مره. الطيران جغم الميليشيا على مستوى الجنوب الفاشر، الطيران جغم الميليشيا على اتجاهات كلبس، الطيران جغم الميليشيا على مستوى نيالا، الطيران جغم الميليشيا في كل المواقع دي. الطيران جغم الميليشيا في الضعين. ليه ما طلعتوا تكلمتوا عنه؟ ما بتطلعوا. اخر ضربه للضعيم كانت امس دي في ذول عارفها صح؟ في ناس عارفينها، امس كانت في ضربه بالضعيم ضرب لمخزن بتاع صخيره، البضاعه الاسلحه جاتكم عن طريق العربات بتاعت الدبليو اف بي. ها؟ العربات جات خاشه، لما دخلت هناك وتحدد الموقع بتاعها ما ضرب المخازن بتاعت الذخيره، ما طلعت قلت انه الطيران جا ضرب. ما بتقولوا لانه اي رده فعل الطيران لما يجغم الميليشيا حقا ما في. عشان كده لكن لما الطيران اساسا ما يجي وتحصل اي عمليه طوال الميليشيا بتلقاها فرقه هي والقحاطه بيطلع بيقولوا يا اخي الطيران ضرب، ما تسمعوا صفحات القحاطه. والله اكذب ما الله خلق كذابين. والله انا قبل ما اطلع اللايف كنت اتكلم الفاشر بجيب معلومه شفت من جوا من جوا وعارف تمام من جواه. لذلك يا اخواننا ما في حاجه اسمها ضربت الفرقه السادسه، ده كلام فارغ، كلام ما عنده اساس من الصحه، مدفع في داخل الفرقه. المدافع دي يا اخواننا مع استعجال الضرب اتوضعت المغزوف يا اخواننا الدانه بتجي عكسه بتجي راجعه مرتده، وبالفعل ارتدت يا اخواننا كاتله ثلاثه استشهدوا بناء عليها ثلاثه، ربنا يتقبلهم ويجعل مثواهم الجنه. ده اللي حصل. طلعت الاشاعه. الليلة قالوا انه الطيران جا ضرب. ثاني شوف بعد الطيران جا ضرب شنو؟ جا ضرب الفرقة. طيب الطيران انتوا عارفين الليلة ضربوا وين في شمال دارفور؟ في الفاشر ضربوا. أول حاجة أعرف الكلام ده لو عندك زول في الفاشر عشان ما تقول أنا قاعد أتكلم سيء. اتصل عليه قول له الليلة في طيران جا بفوق. الليلة من أصبحت الوطن ما في طائرة جات حايمة بسماء الفاشر. على الاطلاق ما في طائره واحده جات حايمه في سماء الفاشر، وما حصلت ضربه على مستوى الفاشر، الفاشر كمدينه ما حصلت، لكن الطيران بالفعل جاء وضرب على مستوى منطقه شمال دارفور اتجاهات مليط. ضرب منه؟ ضرب في فوج كامل لميليشيا الجنجويد فوقه 18 عربيه. ده ضربوا الطيران، اهداف كانت متحركه. ضربوا الطيران. اطمئن الناس عموما. الفاشر صامتة ثابتة، أهلها كلهم واقفين، رجال ونساء ثابتين كثبات الجبال، ما عندهم إيه اثنين ثلاثة. وده ما معناها إنه الوضع هنا ما محتاج لعملية بتاعت إسناد، محتاج كلامي أنا بوجهه للسيد مناوي جبريل لكل قيادات المشتركة كلهم وقيادات القوات المسلحة، أنا بوجه لكم الرسالة دي. الانذار الجوي ده هل هو كافي؟ ما كافي. شنو يعني لو نزلتوا الادويه؟
شنو يعني نزلتوا الحاجات دي؟ الانزال الجوي ده ما كافي، وانتوا عارفين المعلومه اللي انا قاعد اقولها دي ما كافي، معناته محتاجين شنو؟ محتاجين شنو؟ فضلت البسيط، ميليشيا انهارت، ميليشيا انهزمت، جروا بدوا عمليه بتاع التدوين لانه هم جبنا ما بيقدروا يواجهوا لانه هم انهاروا، عشان كده بيشتغلوا عمليه بتاع التدوين، ومن مواقع بيقوموا هاربين لما المشتركه تحاول تطلع لهم وتمشي تحصلهم في اماكنهم بيكونوا هربوا. زي ما اقول لك، فارسلت القوات المسلحه الان والقيادات المشتركه الفاشر دي، الرجال والنساء ثابتين، لكن ده ما معناه انه ما محتاجين ليكم ومحتاجين لثباتكم. هم ما حيقولوا الكلمه دي، لكن احنا بنطلع، احنا ده دورنا، احنا بنطلع نقول الكلمه دي ليكم، نوجه لكم الرسائل، نقول لكم انه الفاشر دي بتحتاج ليكم، محتاجه ليكم. وانا عارف الظروف اللي واجهت القوى المشتركه مع القوات المسلحه على اساس انه ايصال وتفاصيل كثيره. الان انا باكد السيد مني اركم الناوي ده كلام بقول لك، الان بيمتلك اكثر من 1000 عربيه فايض الان موجوده على مستوى الحدود الليبيه. مني اركم الناوي اكثر من 1000 عربيه موجوده على مستوى الحدود الليبيه، وانا حاجه دي متاكد منها بما لا يدع مجال للشك. جيش تجمع قوى جيش تحرير السودان بقياده الرئيس وعضو المجلس السياده عبد الله يحيى، تحيه لك من هنا، بيمتلك ما بيمتلك من العربات. السيد جبريل ابراهيم، انا عارف عارف انه انتم عندكم القدره على انكم تخلقوا عمليه بتاعت انتصار ساحق، وفي حسابات كثيره بتبنوا عليها، لكن الان ما وقت حسابات، الوقت وقت دخول حقيقي لنظافه الفاشر واستلام الجنينه. خلاص كفايه كفايه لحد هنا، الدخول لنظافه الفاشر واستلام الجنينه، لان الخطه طال امدى بقت طويله. والان انا اثق تماما فيكم انكم جاهزين مويه ونور، ما عندكم اي مبررات، لانه لا قدر الله ما بتسقط طبعا، لكن لا قدر الله اذا سقطت الفاشر وهي ما بتسقط، لكن المسؤول الاول قبل القوات المسلحه حتكون مسؤول انت السيد مناوي، حتكون مسؤول يا عبد الله يحيى، وحتكون مسؤول يا جبريل ابراهيم، وحتكون مسؤول يا مصطفى تنبور، وحتكون مسؤول ديل، انتوا اللي حتكونوا مسؤولين قبل قياده القوات المسلحه. عارفين الكلام ده؟ انتوا اللي حتكونوا مسؤولين. لذلك انا بقول الكلام ده وبوجهها لكم كرساله. حانت اللحظه. حانت اللحظه بتاعت نظافه الفاشر والسيطره عليها كليا والانفتاح على استعاده الجنينه ثم زالنجي ثم الضعين ثم نياله. وانتوا عارفين انا قاعد اتكلم عن شنو؟ اتمنى الرساله دي توصلكم. حيا الله المشتركه وكل الرفع. الناس تعمل شير يا اخوانا، الله يبدا واقع. الناس تعمل شير ولايك. طيب ده بما يدور على مستوى الفاشر. الوضع العام على مستوى الأبيض أو شمال كردفان، الأبيض كمنطقة الحمد لله توقفت فوقها، والقوة تحت الهجانة الجيش الهجانة الفرقة الخامسة مشاة استطاعت إنها تكبد العدو وتخلق عملية بتاعة تأمين حقيقي للأبيض، ودي حاجة جميلة جدا جدا. جنوب كردفان الوضع الإنساني على مستوى بعض المدن على مستوى جنوب كردفان سيء للغاية، ودي حقيقة طبعا، دي حقيقة، رغم المجهودات الكبيرة اللي بذلتها القوات المسلحة مع القدام المقاتلين الموجودين هناك، إلا إنه الوضع الإنساني على مستوى المنطقة سيء حقيقي. أنا بقول الكلام ده سيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى من هنا إنه يرفع البلاء عن أهلنا على مستوى جنوب كردفان من الأوبئة الرمد والتفاصيل دي اللي وقعت فيهم دي، بالإضافة لضيق ضيق الشوارع ذاته ودخول المساعدات على مستوى منطقة جنوب كردفان. يا أخواننا في عملية بتاع تضييق كبير جدا جدا في الشوارع، والميليشيا موجودة على مستوى الشوارع بتاع دخول المساعدات الإنسانية. طيب هنخش طوالي على مستوى الموقف العملياتي على مستوى ولاية الخرطوم والحاصل على مستوى ولاية الخرطوم، ثم نتكلم على مستوى الجزيرة والحاصل فيها.
كلكم عارفين تماما الحاصل. اتوقفت عمليات التدوين على مستوى ام درمانات، وده بمجهود القوات المسلحه وبمجهود العمل الكبير اللي قاعد تقوم به باطار المسيرات والطيران. ما زالت القوات المسلحه على مستوى منطقه ام درمان العسكريه في عمليه بتاعه نظافه اقصى مكان لها اللي هو المنطقه بتاعه الشغل الفتيرحاب كده لحد المنطقه بتاعه ود البلاء، وكده فوق لحد المنطقه بتاعه كرور وبترجع. لحد اللحظه انا بتساءل اسئله كثيره جدا جدا. اللي بيمنع شنو؟ انه تتنظف ام درمان يا قوات مسلحه، مع انه سوق ليبيا وفي استخبارات كثيره جدا جدا على مستوى المنطقه دي، وقادرين انه ب 40 عربيه تخش على مستوى المنطقه بتاع السوق ليبيا، يتحرر كل المنطقه بتاع السوق ليبيا ومناطق مبدات. بغادي كده جيش المهندسين ده قادر انه يخش على مستوى منطقه المربعات دي جوا، ويمشي حرر النقطه بتاعت مدينه النخيل اللي انتوا بتوصلوا لحد جوه البلال بالطريق بتاع الشقله، وبترجعوا وبتخلوا المنطقه بتاعت النخيل وبتخلوا المنطقه بتاعت البستان. لحد اللحظه نحن قاعدين نسال تساؤلات كثيره جدا جدا في اطار 7 شهور. الليله الجيش ده من ما وصل للنقطه بتاعت الشقله دي عنده اكثر من 3 شهور. الجيش وصل الشقله يوصل لحد ام درمان الاسلاميه، وصل لحد جامعه ام درمان الاسلاميه وبيرجع. ليه يا قوات مسلحه؟ ليه يا قياده القوات المسلحه؟ في حين ان المنطقه بتاعت ام درمان ده يا اخوانا الباقي زي ما بقولوا يا اخي يا اخي دي لقمه من عيشه، لقمه. انا ما بقول لك ربع عيشه، لكن ام درمان ده يا اخوانا لقمه كده بس بتشيل الباقي دي. المفروض يكون في عمليه بتاعت عمل حقيقي على مستوى منطقه ام درمان الا المنطقه دي، لان يا اخواننا انتوا الليله البلد دي ما في في حاله بتاع ضيق كبير جدا جدا. الليله الثورات دي يا اخواننا البيت فوقها ب 3 مليار، مع انه الفرق بينه وبين المبدات كلها حكايه بتاع اقل من 2 كيلو. ليه؟ لانه اساسا بقت ما في بيوت، الناس مكتظه على مستوى منطقه الثورات وخليفه وشارع الوادي، كل البشر دي الناس كل الليله الباصات الجايه من مصر الجايه من هنا الجايه من هنا، الناس الجايين، الناس دي خلاص تعبت يا قوات مسلحه، تعبت يا قياده القوات المسلحه. الناس داخله، مجموعه من الناس الليله داخله كل يوم ام درمان دي، الثورات دي بيخشوا اكثر من 3-4 ألف نفر كل يوم، 4-5-10-20 ألف بيخشوا. الناس لانها تعبت برا، لان محتاجين منكم عمليه بتاع التحرير. يا اخو ام درمان، ما تبقى من ام درمان ده يا اخواننا بسيط، هو ده الخالق عمليه بتاع التهديد حقيقي للامنين. اتحدث مع ناس على مستوى والله في سوق ليبيا، سوق ليبيا كله ما فوقه 4 عربات بتاع الجنجويد. يا اخي الناس دي نزل الحرب ذاتها نسوها، بيقوا شغالين عمليه بتاع التجاره. اقسم بالله الميليشيا بتاعت الجنجويد وصلت لنقطه في بيناتهم لما نتقابلوا، والله لما يلقى واحد من الجنجويد اللي معاه بيكون همه انه كيف يخليه نوع عشان يسرق سلاح ويمشي يبيعه. والله العظيم في سوق ليبيا ده قاعد يقتلوا في بعضهم، واحد بيكون شايل سلاح بقنص له 2 عشان يقتلوا او يربطوا او يطعنوا ويشيلوا سلاح، والله العظيم عشان يمشي يبيعه. والله زي ما اقول لكم ده وصلوا للنقطة دي، دين ما ناس بيقاتلوا. لكن المصيبة انه مؤخر العمليات على مستوى منطقة ام درمان ومناطق كثيرة، شنو؟ أي حاجة فيه، أي شيء فيه ربع عيشة. يا أخي عليكم الله ما تخلونا ثاني نطلع لايف نتكلم فيه، عليكم الله حرروا المنطقة بتاعت ام درمان دي، اطلعوا بس الربع العيشة ده أو اللقمة دي يا أخي خشوا فوق. والله أنا متأكد تماما المناطق الاسفل اللي بنتكلم عنها دي والله ما بتحتاج لها ل 40 عربيه تاتشر. 40 عربيه تاتشر والله قادره تحرر المناطق دي، وقادره كده تتحرر بقيه الجنجويت الموجودين على مستوى صالح. قادره. لانه الناس يا اخواننا قلت لكم ما بقاتلوا. ما قادرين يقاتلوا على الاطلاق، اصلا القتال ما قادرين يقاتلوا. دي ام درمان. بحر الليله بتشهد غارات جويه ومسيرات. على مستوى بحري، بحري دي الليله سما بحري دي كلها مسيرات، والله كلها كده مسيرات وطيران. بحري دي الليله شهدت مسيرات كما لم تشهد من قبل، مسيرات ثقيله على مستوى بحري وطيران معه كذلك، طيران ومسيرات الاثنين الليله على مستوى بحري، طيران ومسيرات على مستوى بحري. لكن ما كفايه، وكذلك الخرطوم. الخرطوم برضه الليله فيها مسيرات، وبحري فيها مسيرات، وفي ضرب بتاع طيران،
وضرب في بري وضرب في مناطق متفرقة على مستوى بحري، في عدة محاور على مستوى بحري، الليلة في ضربات. هل ده كفاية؟ مع العلم انه القوات المسلحة بتعرف وقيادة القوات المسلحة بتفهم تماما انه الطيران بيساعد على حسم المعركة لكن ما بيحسم المعركة، وما زلنا انه بنقول انه القوات والجيوش المتحركات الموجودة على مستوى المعسكرات دي ليه ما تفكوها؟ فكوها لحد اللحظة دي. نحن كل فترة موعودين بكلام، كل فترة بيتواصل كلام بيك لما مسخ الحاجة، لما مسخت فكوا الجيوش يا اخ، فكوا معاناة المواطن، لان المعركة دي يا اخواننا الطيران ما بيحسمها، وما في تفاوض، ما في حاجة. موضوع يا اخواننا اصبح موضوع عسكري، عسكري، شغلة دي شغلة عسكرية، ما حلو بيفهموا الحاجة دي، عارفين النقطة دي، لكن التساؤلات دي ليه ما داري يفكوا الجيوش على اساس انها تتحرك في اطار النظافة، المنطقة بتاعت بحر والمنطقة بتاعت الخرطوم والمنطقة بتاعت ام درمان. والله قاعدين نتساءل تساؤلات كثيرة، يعني الواحد لما من الاسئلة دي بقينا في الشارع ده، الواحد يطلع برا في الشارع ده، والله بقينا ما قادرين نمشي ذاته من انه نض الاسئلة. فيا قوات مسلحة، يا قيادة القوات المسلحة، يا قيادة القوات المسلحة، الطيران بيساعد على حسم المعركة، وانتوا عارفين تماما اذا ما طلعت ما فكيتوا الباب للجيوش دي انها تتحرك، المتحركات بتاعت القوات المسلحة الموجودة دي تتحرك، انتوا عارفين تماما انه المعركة دي ما بتتحسم، عارفين المعلومة دي انتوا. لذلك نحن بنعيد وبنكرر، اتمنى انه تتفك الجيوش على اساس انها تحرر، لانه والله ما وصل للمواطن من اذى ومن تعب يعني بعيد شديد. طيب الليلة طلعت من بورسودان يا اخواننا الميليشيا بتاعت دويلة الشر، يا اخواننا ميليشيا دويلة الشر الليلة طلعت من على مستوى بورسودان. دار اشرب ليمو يا اخواننا، احتذر. الوفد بتاع دويلة الشر الليلة طلعوا من السودان تماما. طيب وبشر الناس، يعني من قبل فترة قلت لكم انه يجب طرد السفير بتاع دويلة الشر. فالليلة مما عرفنا من معلومات انه السفير والوفد معاه كلهم اتخرجوا من السودان، السفير والوفد معاه كلهم طلعوا من السودان. ودي يا اخواننا طبعا دي عندها أبعاد كثيرة جدا. قبل ما نخش في التفاصيل دي داير أتكلم عن دخول الاستخبارات العسكرية ومنطقة ود الحداد. منطقة ود الحداد بتشهد حظر بتاع التجوال لأكثر من 5 يوم. ود الحداد، ود الحداد يا أخوانا متواجدة فوق الميليشيا بتاعت الجنجويد بكميات، عاملين عملية بتاعت حظر، حظر كبير جدا جدا في منطقة ود الحداد. الليلة رصدت 85 تاتشر دخلت لمنطقة ود الحداد. التاتشرات دي تم رصدها من شرق النيل، طلعت من شرق النيل وصلت مدني، ومن مدني مشت ود الحداد. ود الحداد 5 يوم المواطن ممنوع انه يمشي سوق الملابس، ركز معي كويس في الكلام ده، 5 يوم منطقة ود الحداد المواطن مانع انه يمشي سوق الملابس ما يجي، وعاملين عليهم عملية بتاعت حظر عديد. لكن من مصادرنا ومن معلوماتنا في الجوة انه في 85 عربية جات والان موجودة هناك، وتكلمنا والكلام ده وصل الاستخبارات. هاي واقسم بالله العظيم انا جاني من ناس الاستخبارات، عشان انا عشان ما تقولوا انه الكلام ده، تقول لي في ناس بقول لك يا اخي ليه انت ما وديت الكلام ده، والله جايني من ناس الاستخبارات. 85 عربية وترفعت موجودة الان على مستوى منطقة ود الحداد. المعلومة اللي وصلتنا الحقيقية من الميليشيا بتاعت الجنجويت نفسها انه الهدف من التجمع وحظر التجوال وانهم حظروا المواطن بتاع ود الحداد ما يجي السوق ده ما يجيه تماما عنده 5 يوم الليله، لانه يا اخواننا اصبح سوق الملابس هو المركز بتاع التجمع
بالنسبه للميليشيا بتاعت الجنجويت. وهدفهم الرئيسي على حسب الجنجويت ذاته معاهم ده انه يا اخي الناس ديل داري يهاجموا كنانة، داري يهاجموا كنانة، ده الجنجويت معاهم. لكن احنا قدرنا نوصل لمعلومة عكس الكلام ده، التمويه الحاصل ده، انه الهدف الرئيسي بال85 كروزر دي اجات خشت الان فود الحداد انه داري يهاجموا باس النار، ودي المعلومة الراجحة ودي الصحيحة، الهدف انه يهاجموا سنار. وده الكلام دائما كنا بنتكلم عنه، انه الجيش الموجود على مستوى سنار، انتم مرتكزين على مستوى سنار والناس ديل بدونوا فيكم. الجيش اسس الميليشيا 85 عربية دي هجوم سنار ودعم للميليشيا الموجودة على مستوى منطقة جبل موية. تعرف ليه؟ افراد من الاستخبارات بقول لك على حسب رصدنا ورفع معلوماتنا انه في المنطقة بتاعت جبل موية الليلة العربات الموجودة ما بتفوت ليها حكاية بتاعت 7 عربات في جبل موية، 7 عربات في جبل موية مقابل الجيش قريب في الخيار وفي المناطق دي، في المناطق القريبة من جبل موية دي، جبل شنو؟ ما بيبعد منه حكاية بتاعت 20 دقيقة أو أقل من 20 دقيقة بالعربية. جيش يفوق الأكثر من 200 عربية موجودة واقفة. منطقة كاملة زي جبل موية فوق ولا 8 عربات في الجبل ما حصل. حنتساءل أكثر إنه ليه ما دارين تهاجموا؟ ليه القيادة ما دارت تدي تصريحات أو تعليمات بعمليات الهجوم؟ عربات الآن 85 وده كلام قلناه في اللايف عشان ما يقول لك إنه هناك. الليلة تهاجم الجيش في منطقة اسمها قندر، الليلة من الغابة طلعت العربات بتاعت ميليشيات الجنجويت اللي كانت مخزنة في القابة، هاجمت القوات المسلحة، هاي القوات المسلحة صدت لهم، هاي صدت لهم الليلة اليوم ده، وقدرت انه تنتهي منهم كلهم. كل الهجوم اللي كان موجود بقادي القوات المسلحة قدرت تنتهي منه في المنطقة بتاعت قندر. تفتكر انه لو الجيش ده كان عنده القرار في يده انه فكوا على اتجاه الميليشيا دي ما كان بيسحلوا ما بينتهي منهم؟ بينتهي منهم، لكن في جهة معينة اخواننا مربط القوات المسلحة، والله العظيم والله دي حقيقة انا بقولها، في جهة قاعد تربط القوات المسلحة، في جهة مربط القوات المسلحة. اذا قلنا السلاح موجود، اذا قلنا الرجال موجودين، العتاد موجود، كل شيء. اتحدى الان اي البرهان ذاته قيادة الدولة اللي يطلع يقول لي انه احنا ناقصانا حاجة عشان انا اثبت له بالدليل وبالفيديوهات، بالدليل والفيديوهات اثبت له انه اقول له عين. لكن احنا كل فترة قياداتنا بتحججوا يا اخ، شقالين عملية بتاع التحجج للمواطن يا اخ. ليه؟ انا انتوا دارين توصلونا لشنو يعني؟ مثلا البلد دي دارين توصلونا لشنو اكتر من كده يا سيد القائد العام؟ ما تفك الجيش ده يا اخ، اي حاجة عندك كان في نقص في حاجات، لكن هسه الان البلد دي مكتملة يعني. ثنائيات عندك، ثنائيات تاتشرات كلكم، والله شفتوها الليله حقت المرخيات دي، والله ولا تسوى 2% من التاتشرات الجديده الان الموجوده واللي الان دخلت الخدمه. الليله شفتها في المرخيات الاكثر من 140 تاتشر، ما دي شنو دي؟ دي ولا حاجه من التاتشرات اللي جات خشت. انتوا بتكبلوا القوات المسلحه الان؟ انا ما عارف انتوا دارين شنو يعني اكثر من كده. ودي فتره كان مواتيه لانه جنجويد الان الموجودين في سنجا ما بيتجاوزوا لهم 29 يا اخي 20 عربية في سنجا، في الدندر ما بيتجاوزوا لهم 20 عربية، بيع عربات السرقوه حقت المواطنين، في الدالي والمزموم ضربتهم طيران السليل الموجودين على مستوى الدالي والمزموم ما بيتجاوزوا لهم 7 عربات. لكن الليلة هسه جاهم قوة ب 85 انا مركزين مع، انا اقول لكم انتم مركزين مع كيكل صح؟ والله كيكل يخدع. وما تجيني يا استخبارات تجي تقول لي يا اخي احنا الان تواصل، ده كلام فارغ. كيف شنو انت اللي بتتواصل معي يا ذول؟ كيف الان ذول لو كان اساسا انت بتفتكر ما تكون ساذج وقبي لدرجه انك انت الان قافل على انه كيك يسلمك مدني ما بيعملها. كيك ما بيعمل الحاجه دي، ركز معي افهم الكلام ده كويس يا استخبارات. لان انا كثير من ضباط الاستخبارات الواحد بقول يا اخي كيك المواطنين ما بيسلمك، لا يا ذول
كيكل ده عارف نفسه حي. شوف احنا كيكل ده بالنسبه لنا غير الموت ما عنده حاجه، وهو عارف في قرارات نفسه. هسه لو وصلنا مكلا انت برضه بتقتل، عشان كده هو عارف نفسه ميت في كل الحالات ميت. عشان كده الان انت ليه بتمشي ليله ورا فكره ميته؟ قال لك كيكل شو البس اللي مكلا يا زول؟ زول في ثلاثة شهور معرس عرستين يا زول، انت مجنون في راسك يا اخي؟ عشان تجي تقول لك كيكا شو البس اللي مكمدني يا اخي؟ ما تكفل على انه كيكا له قرف وكلام الفارغ ده، ولا تكفل لي على انه هناك. برضه بقول لك انا عشان اجي اوري الشعب السوداني، لانه انا داير افهم والناس دي كلها دايره تفهم انه انت ليه ما دار تفك القوات المسلحه؟ بتقول انك انت ما دار تخسر منطق، ما دار تخسر اي جندي ما في مشكله، لكن كمان في نفس الوقت ما تجي تبني لي خططك على برامج وهميه. ما ممكن الان برضه هناك على مستوى دارفور ما داير تمشي تحرك لي القوات دي عشان تهاجم لي الميليشيا الموجوده، ليه؟ لانه عشان بتقول لي انه الشيخ موسى هلال موجود هناك على مستوى دارفور يحيدهم لي، ده كلام فارغ. ده كلام فارغ يا قياده. ده كلام فارغ جدا. تجي بقى هنا على مستوى الجزيره وسنار تجي تقول لي انه انا عندي كيكه بقدر كيكه شنو البس اللي مك مدني يا زول؟ كيكه شنو البس اللي مك الجزيره؟ قوم يا اخ. الزول اللي بيسلم ده يا اخي ما بعرس لك في شهرين يا اخي او ثلاث شهور مرتين يا اخي، ولا في كمان حايم الجزيره دي محل ما يمشي حايم فوق قاعد يا زول. كيكه شنو البس اللي مك الجزيره؟ ما تكون زول موهوم. كيكه الان بدور فيك، انت بتقول بتدور فوقه لكن كيكه الان بدور فيك. ما تسمع دي الصوت انه بقول لك بمسك في اولاد الله اولاد اولاد المهريه ولا اولاد منو بعرف بكتل فيهم، ده كلام فارغ يا زول. دي اشاعات مطلعها القرب على اساس انه انت تفتكر انه ما تهاجمه لانه هو الان شقال لك، ده كلام فارغ يا زول. ما تسمع لي التاتشرات وقوه درع السودان والكلام ده كلام بعيد يا اخي. ما تسمع الكلام الفارغ ده يا زول. معاه ناس من جونات وفنانين وقرف الان شقالين يطبلوا له بيت تحت تحت، ومعاه ناس الان ما داري يهاجموه، لكن احنا بنهاجمه. يا اخي قد يا اخي انت غواص، ما تخليني اقول لامك يا اخي قد يا قرف. قال حرب عبثيه، عبثيه بيت امك يا اخي قد. اعرف الكلام ده كويس يا استخبارات مدني، دي ذاته واحده من اسباب سقوط ذاته نفسها. ما يا اخي والله انا اقسم بالله يا برهان، والله انا لحد اللحظه دي حياتي ما قادر اصلا بتخش راس بني ادم قبل سقوط مدني. الاستخبارات العسكريه دي قبضها اكثر من 45 من غير ورق من غير تفاصيل قبل السقوط بتاع مدني، جايين داخلين توش من جنوب السودان تابعين كانوا لباقنمو. عشان الليله دايرين نفتح الملف ده، الملف ده دايرين نفتحه. قبضتهم الاستخبارات على مستوى المنطقة هناك، من ود الحداد؟ قول لي الكلام ده ما حاصل. 45 شالوهم دخلوهم وصلوهم لحدي سلموا لدائرة الاستخبارات بتاعت مدري اللي هو كان موجود منها منه موجود فيها العقيد العقيد العقيدة العقيدة واحد من أسوأ العقد المر في تاريخ العسكرية. لكن للبرهان رأي آخر، للقيادة رأي آخر للأسف. كم مكمل من الميليشيا بتاعت الجنجويد قبل سقوط مدني تم تسليمه للعقيدة العقيدة، بيسلموه اللي بجاي بفكوا مضل بعملية بتاع التسوية قاعد تحصل. أكبر مرتشي الله خلقه للاسف الشديد بدل يتم محاسبته الان قالوا ما عرفنا، قالوا ودوا وين؟ ودوا القضارف صح؟ ودوا القضارف تقريبا وغيره. والمساعد الاكل الاقاصه اللي اسمه نزار يوسف ها؟ حضر الصول الاكل الاقاصه والقبضه والان المفتوح فيه بلق تحت الدبليو اي في تحت التغذيه ها؟ الاكل وكان ببيعه وبيستلمه عشان جايه للمحتاجين. الان عشان انا ما قادر استوعب انت زول مفتوح في مواجهته بلاق، وانه زول مرتشي، وانه زول اكل الاقاصه بتاعت المواطنين واكل و بيشيلوا من مدني
وواحدة من أسباب سقوط مدني هم ذاتهم نفسهم دين بتمشي بتودي الآن بتمسك الإغاثة ينكت في كسل. والله الآن أنا بتكلم معاكم الزول ده قاعد في كسل ويا ناس كسل الزول ده أكبر طابور عشان نقول أكبر طابور. وأنا أسي بجيب لكم البلاغات وبجيب لكم كل تفاصيله كل تفاصيله الآن بجيب لكم بخط لكم كده في الصف عشان إحنا ما قاعدين نتبلع على زول منكم. ما دي المصيبة إن الزول الفاسد الزول اللي ارتكب اللي كان سبب رئيسي في السقوط بتاع مدني ولما الاستخبارات كانت بتقبض من عدة مناطق بيجيبوا لك بيقول لي يا أخي دين الخمسة واربعين جنوب يا العقيدة 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 خمسة واربعين جنوبي التابعين لباقانمو أذكرك خليني من أي حاجة تاني. اعترافهم الآن مسجل وموجود عندنا إنه جايين عشان يحاربوا مع مليشيات الجنجويد. فكيتهم ليه؟ بحجة شنو؟ بحجة جواهي قال شنو؟ قال نحن يا أخي ما عندنا. والله يا أخي الله المستعان. المهم نمشي لقدام. نمشي قدام. تفتكروا انه الاماراتيين دي الليله طلعوا من السودان ليه؟ الاماراتيين دي طلعوا من السودان ليش؟ ما كانوا قاعدين طول الفتره دي ليه؟ السفير والوفد الموجود على مستوى بورسودان الليله طلع من السودان في حين انه اكثر ناس اضروا بالدولة السودانية هذه الدولة وما زالت تضرب الدولة السودانية عليه الصلاة والسلام. عارفين ليه؟ عارفين ليه الاماراتيين طلعوا من السودان؟ الله المستعان. كويس يا أحمد أثق أثق أثق. المهم شوفوا في حاجة لازم تعرفوها تماما. لو فضل في شخص واحد في داخل الجيش ده أنا معاه. لو فضل واحد لابس البوري ولابس البوت بتاع الجيش ده أنا معاه. ولو فضلت أركان المؤسسة العسكرية دي خالية أنا حكون أول واحد أنا جيش. دعما للقوات المسلحة غير محدود. دعم من باب المبادئ والأخلاق اللي تربينا عليها. بالنسبة لنا الجيش ده يعني حاجة عظيمة شديد. أعظم مما تتصور بالنسبة لنا القوات المسلحة. لذلك دعمنا لها غير محدود. لكن في نفس الوقت كمان لما نشوف إنه في أخطاء وفي حاجات بنطلع من نتكلم بها ما من دزجز زي ناس انه احنا واضحين ما بندعمها عشان دايرين نكون جزء منها ولا دايرين نكون منصب بندعمها لانها هي على حق وبننتقدها لما يكون في ناس جواها هم بشوهوا في سمعتها وهم بيضروا بها ده الشيء اللي بيخلينا انه ننتقد عشان كده الناس لازم تعرف ما في كبير كبير الله والشعب السوداني وفي داخل المؤسسة العسكرية من السيد القائد العام البرار لحد آخر جندي تعب
ما منزهين من الانتقاد. اسمع الكلام ده كويس، بننتقده. تعرف ليه؟ ما عشان عندنا معهم مشاكل شخصية، ولا عشان قره، ولا عشان خيانة، ولا عشان، عشان ننبههم لحاجة حاصلة، عشان نوريهم انه اذا الزول كان على خطأ او عمل حاجة بتضرب القوات المسلحة بننبهه لانه هو يتراجع عنها، عشان يعمل، عشان دايرين انهم يعملوا الصح ويمشوا فيهم. فهمت ليه؟ ليه النقد دائما بيكون في الاطار؟ عشان كده لازم تفهم ان احنا انا دعم الجيش على المستوى الشخصي غير محدود، ومعه لحد النهايه في كل تفاصيله، انا معه في كل التفاصيل. على العموم ربنا يديكم الصحه والعافيه. نخلي موضوع الوفد الاماراتي ده، لانه والله يا اخواننا انا تعبان جدا. موضوع الوفد الاماراتي ده خلوه، لانه هو كبير وموضوع طويل جدا، ومربوط بعمليه بتاعه مساومه، ومربوط بتفاصيل كثيره كثيره جدا. فاحسن نخليها للايف بكره عشان نجي نتكلم فيه. ربنا يديكم الصحه والعافيه. بعتذر يا اخواننا، في واحد كده في لحظه بتاعت كلام حار قلت له كلام كده ما عارف. المهم حفوا لينا بس، ها تمام، لانه والله مشوا يعني، ها ما تمسكوا لنا الحاجه البسيطه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.